يوتيوب بالمجد للأطفال، اشترك الآن. يا جماعة الخير، للأسف فيه مفهوم عن الشخصيات شوي خاطئ، أن الشخصية هاي تتكون نتيجة، شوف الشخصية قد تتكون نتيجة بنتيجة وراثية أو بنتيجة البيئة والاجتماع، البيئة الاجتماعية اللي أنت عايش فيها. صحيح. أوكي، فالشخصيات تكون مكتسبة وهي أصلها عادات زي ما قال أصيل. فللأسف في صورة شائعة أن هذا شخصيته والله طالع على عمه اللي من سنة 70، لا إله عنيد إلا على عمه، لا إله عنيد إلا على خاله زي أبوه. قد يكون فيها شوية تشابه. لمحة تشابه، بس مو معناته إن شخصيته بالكامل صار زي أبوه ولا زي عمه أو خاله، مستحيل. أكيد في دوافع ناتجة عن هالموضوع، لكنها مو بهالطبيعة. أنا يشبهوني على خال من خوالي. أيه؟ ليش؟ بالله ليش؟ ليه؟ أنا يا جماعة وأنا صغير كنت أحب وش اسمه، حب الشمس هذاك اللي يأكله الببغاء. شمسي. أي دور الشمس. الشمسي هذا كنت أكله، كانوا أهلي يقولون خالك. خالك. أصيل أصيل. أصيل. خالك. اسمك عادل. ليه؟ خالك اسمه عادل، أنت تصير عادل لأنك تشبهه. طيب. ليه؟ 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 أنا جيت أصلح القهوة. يقولون بسم الله عليك طالع على خالتك، أحسن واحدة في العائلة تسوي قهوة. وأنا قهوتي ما تجي ربع قهوتها يا جماعة الخير. هو شوف عشان التشابه البسيط ذا أربطوا على عطول. على طول. ولا أنت شايك يا؟ لا لا صدق. بعضهم يعني يشبه كذا مجرد إنه تذكير أو كذا، بعضهم لا، بعضهم أنت نفس الشخص الفلاني بالضبط. صح. هذا هي. أي. هذا غلط. هذا غلط 100%. أما بعضهم يعني يذكر الشخص، يذكره بالخير وهكذا. صح. صح. وأنت يا فهد؟ ليش ما أنا أكون أصلاً هم اللي يشبهون الواحد فيني؟ كفو كفو والله ما شاء الله. يشبهونك بإيش؟ بس بالشك؟ لا من الفطانة والحلم. أي ما شاء الله ما شاء الله. دام إحنا جينا السياق خلونا نفكر تفكير ناقد. مادة التفكير الناقد. والله أنا ترى أنا حبيت هالمادة، دخلت قلبي. إيه لأنك تحب تفلسف. خلونا نفكر تفكير ناقد. زي ما هم يقولون إن إحنا نشبهه، هل هالموضوع راح يكون فيه ضرر علينا ولا لا؟ يعني أنا حاب مثلاً، أنا حاب أقول لك إنه ولا أحد فاهمك بالبرنامج. أنا حاب أشرح لكم. مصورين نفسهم مو فاهمين، قاعدين مصورين فاهمين يا جماعة. إيش قاعد يصير؟ أيوة كمل. لا 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 يعني إذا في أحد شبهك بشخص لكن تعمق بالتشبيه، تشبهه في كل شيء. أيوة. هذا الشيء ممكن يشبب لك. راح يسبب لكم مشاكل لين بكرة. راح يسبب لك إشكالية. أي. لأنه للأسف بتصير في حيرة، بيصير في تشتت، أنت مو عارف شخصيتك. صح. مو عارف نفسك. وشككت في نفسك. مو عارف نفسك. بالضبط. لازم أنت كشخص وأنت كشخصية أنك توقف هذا. أقول أنا صحيح إني أشبهه ويشرفني إني أكون زيه، لكن أنا مستقل بذاتي ومستقل بشخصيتي ومستقل بتفكيري. يعني أنا لي صفاتي الخاصة، لي سماتي الخاصة، يعني لي تفكيري الخاص. يعني سبحان الله، الله خلقنا بتفكير مختلف. في ناس يحبون المواد العلمية، أنا رح أقيس على سبيل المدارس، في ناس يحبون المواد العلمية زي الرياضيات والفيزياء والأحياء على غرار المواد الأدبية. يعني أنا لو تكلموني كمبارك، أنا والله أحب اللغة العربية والأداب الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، كلها مواد أدبية، على غرار ان انا مو معناته اني ما احب، لكن هذه صفاتي، هذه شخصيتي، انا اميل لهالموضوع. تفضل هذا الشيء. فانت لما تنفيني وتقولني انا اشبه هالشخص بكل صفاته وبكل حذافيره، معناته انك تنفيني من الصفات اللي تجذبني، من الصفات اللي تمثلني واللي تميزني وتعبر عني. يا جماعه الخير، فليش صفقه؟ امانه صفقه. انا اقول نختم الحلقه هنا لانه مبارك ما شاء الله قال كل شيء. يلا السلام عليكم. سلام.